الصيف يعني مريهان ومريهاني عن الصيف. كلميني بقى عن كواليس الثلاث شهور بتوع الساحل. والله يعني الكواليس كنتوا عايشينها معايا. انا اصلي شخص بحب الصيف جدا، بحب البحر جدا، وببرد بسهوله قوي، فالشتاء بالنسبه لي عذاب. يعني انا من الناس اللي بيتعذبوا في الشتاء فعلا، فما بصدق الصيف يجي. وبحب الاجواء دي اللي هي فريش كده وطاقه ايجابيه، والواحد يبقى مبسوط، لان الحياه فيها ضغوط كتير قوي، فيها مشاكل كتير قوي قوي. وطبعا اللي الناس بتشوفه او اللي انا بحب اوريه للناس هو الجزء الكويس. ما بحبش اني اعيش الناس مثلا معايا مشاكلي او حاجه، لان كل حد عنده مشاكله وعنده صراعاته وعنده ضغوطاته، فبحاول اوري الناس حاجه تخليهم يبتسموا يبتهجوا بس. يعني السوشيال ميديا بقت جزء مهم عند اي فنان، وانت بتشتغل على ده بشكل كويس قوي، وجمهورك حتى دايما شايف انك قريبه منه وانت قريبه منهم. انت فعلا ده قصدك تبقي طول الوقت مع الناس وقريبه منهم؟ انا لقيت ده حاجه يعني فادتني انا بشكل شخصي، ان انا يمكن قدمت ادوار كتير قوي للناس اللي ما يعرفونيش بشكل شخصي، افتكروا ان دي شخصيتي الحقيقيه، او انا اتفاجئت في التمثيل ان في ناس كتير بتصدق الدور لدرجه ان هم بيفتكروا شخصيتك الحقيقيه عامله زي الدور. فميزه السوشيال ميديا بالنسبه لي انها بتوري شخصيتي الطبيعيه، يعني ده انا اللي هو الحقيقيه مش الدور اللي انا بمثله، فدي ميزتها بالنسبه لي. بس اوقات بيكون في ناس مش يعني بتبقى في انتقاداتها سلبيه، بتتابعي ده ولا لا، او بتتعاملي معاه ازاي؟ لا، الحاجات السلبيه ما بشوفهاش وما باخدش بالي منها. ويعني مش فاكره، يمكن اكون كنت بتضايق زمان، بس ما بقتش بتضايق لما لقيت ان كل الناس بيبقى عليهم خلاف. يعني لو جبت لو ضربت لي مثل بمين كده، اي حد، اي اسم، اي جنسيه، اي حد، بتلاقي عليه انتقادات، بتلاقي ناس كاتبه كلام بايخ، وبتلاقي ناس كتير قوي كاتبه كلام حلو وحاجات ومبسوطه. وانا بشوف ده، بشوف الايجابي وبشوف الحلو، ما بشوفش الوحش، لانه ماشي على كل الناس مش عليا انا بس. يعني كم عرض جواز جالك بقى بعد الثلاث شهور بتوع؟ والله العروض كتير قوي، وبفكر بقى بشوف. انا عايز اسالك ايه مواصفات فتى احلام مريان حسين، وبالراحه بقى عشان الناس هتكتب ورا وقلم يا شباب. يا عم والله من كتر ما قلت خلاص، ده انا فتحت لهم على الانستغرام. لا والله يعني مش مواصفات قوي، يعني اهم حاجه يكون راجل بمعنى الكلمه، يعني اللي هو حد اقدر احس ان في راجل في حياتي، راجل يعني سند، دي اهم حاجه عشان اختصر يعني. لكن كل الحاجات بقى المظاهر او الحاجات اللي بتبقى مؤقته وبتروح دي ملهاش معنى بالنسبه لي. بالنسبه لي هتجوز يعني راجل يعني سند. كل سنه واحنا طيبين، كل سنه واحنا فرحانين، كل سنة واحنا مبسوطين. عرفتوا مين؟ نبيل عبيد. تقليد الفنانين، انت قلدت لحد دلوقتي 6 فنانين وكسرت الدنيا، ازاي بتعملي ده؟ ازاي بتقدري تدخلي جوه الشخصية، سواء مثلا مايا دياب او اليسا او فيفي عبده، جواها قوي بالشكل ده؟ يعني بتستحضري روح الفنانين ازاي؟ بتلبس ملبوس. لا، في شخصيات بتيجي معايا من غير ما اقصد، وفي شخصيات بركز معاها، بحاول اذاكرها، بحاول اشوف لزمات ليها، حاجات مميزه فيها. هو انت ما تقدرش تقلد شخصيه مش مميزه. فاولا انا كل الشخصيات اللي قلدتهم بحبهم جدا، كلهم نجمات كبار انا بحبهم يعني بشكل شخصي. ف يعني صعب اقلد مثلا حد ما بحبوش، او مش هبقى حساها، مش هتبقى واصله لي. فكل الاسامي اللي انا قلدتها، يعني اليسا انا بعشقها، انا من الفانز بتوعها من يعني. ردت عليكي بعد ما قلدتيها اليسا؟ مايا دياب نزلتها عندها، عجبتها جدا. وطبعا العظيمه نجمه مصر الاولى نبيله عبيد، دي كانت يعني انا عيطت من الفرحه يعني اني اقلدها، فهي نفسها تكتب انا افتكرتها انا، مفيش احلى من كده يعني. ما بتخافيش يزعلوا؟ في حد زعل منك كلمك انه زعلان؟ يعني ما وصليش بشكل شخصي ان في حد زعلان، لان كمان انا احساسي بالموضوع ما فيهوش اي اهانه ولا اي سخريه خالص. يعني هم بيبقى شخصيات مميزه، وانا بحاول اقدمها بشكل فاني شويه، ما فيهوش اي سخريه، ما فيهوش اي حاجه تزعل يعني. مين الشخصيه الجايه؟ والله عندي شخصيتين مصورهم لسه ما نزلتهمش، مفاجاه مش هقولهم. واحده فيهم بس. واحده مصريه واحده مش مصريه، بس مش هقول اسامي طبعا. نمسك بقى الخشب بقى، الشغل بقى ما شاء الله عليك، يعني ماضيه مسلسلين المفروض دخلهم تصوير الفتره الجايه. هو انا بصور الونش حاليا لسه بقى، ما فيش المخططات التانية لسه، يعني مش حاجه اكيده. كلمينا برده
برضو عن كواليس الشغل بينكم، هنشوفك ازاي في المسلسل ده؟ شر برضو ولا حاجه بينكم؟ لا تشوفني شخصيه جديده فيها من كل حاجه، يعني مش ما هياش شريره ولا طيبه، مش هقدر اكلمك عليها ان هي كده او كده، بس هي شخصيه حلوه انا حباها قوي قوي، نواره ان شاء الله تنوري يا نواره.